مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. هذا السائل يقول: أحسن الله إليك يا شيخنا، يعلم الله بأني أحبك في الله. سؤالي هو: كثر في زماننا تصنيف العلماء إلى جماعات متعددة، وكثر التنقص منهم، حتى أن بعضهم يقول العلماء عملاء للدولة، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ والسؤال الثاني يقول: سب الإمام ولي الأمر في مجلس وغيبته ونشر عيوبه، هل هذا من الخروج عليه، وهل يعد ذلك من المظاهرات؟ لا شك أن الخروج يكون بالقول، يكون بالاعتقاد، يكون بالعمل. الخروج أنواع، الخوارج على أنواع. الذي يعتقد عقيدة الخوارج ولو ما خرج، ولو ما حمل السلاح، ولو ما هو خارجي، خارجي باعتقاده، والذي يتلفظ بدعوة الخوارج خارجي أيضا بقوله، يشهد عليه قوله. فمن خرج عن المنهج السليم فهو من أهل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. نعم. والذي يصف العلماء بأنهم عملاء، لا تلتفتوا إليه، العلماء ولله الحمد يثق بهم المسلمون ويستفتونهم ويأخذون عنهم، ولا تؤثر عليهم هذه. هم يريدون أن يفلتوا أيدينا من ديننا ومن علمائنا ومن النعمة التي أعطانا الله إياه، يريدون أن يفلتوا أيدينا منها.